في رأيي أن هذه الزيارة أمنتها ظروف صعبة لتربيها المالية التونسية. بالتالي واضح بأن هذه الزيارة ليست زيارة مجاملة، ليست زيارة ذات طابع سياسي، بقدر ما هي زيارة الهدف منها تعميق المحادثات مع السعودية ومع النظام السعودي للبحث عن الطرق الكفيلة بدعم تونس ماليا لإكمال الثغرة الكبيرة الموجودة الآن في الميزانية بتاع 2021، وتهيئة التفكير في إمكانية مواصلة هذا الدعم والتعاون في 2022. وبالتالي واضح أن الهدف المالي هو لفرض على الرئيس قيس سعيد أن تكون أول زيارة لرئيس الحكومة إلى